السلام عليكم، معكم ندى سمان من شركة يكين. يكين معناتها السند، يكين يعني استكننا. في يكين نحن هدفنا انه احنا نساعد الافراد او الشركات انهم يخرجوا منتجاتهم او افكارهم، باننا نقدم لهم خدمتين. الخدمة الاولى خدمة تبلورت، معنى تبلورت الفكرة يعني اتضحت الفكرة وبانت ملامحها. في تبلورت بنقدم خدمة أو رحلة دراسة للأفكار، بحيث أنه نرفع نسبة نجاحها من 10% إلى 90%. مشكلة القطاع التقني أو الريادي أنه قطاع غير معروف زي القطاع التجاري، فدراسة الجدوى ما بتقدر تتطبق على الأفكار الريادية أو التقنية. فنحن في تبلورت بندرس الفكرة بشكل تحاكي الواقع وليس فقط بحث غير مبني على معلومات حقيقية أو واقعية. بعد ما الفكرة تتضح وتبان ملامحها ونطمن إنه في نسبة نجاح كبيرة، بنقترح على الأفراد إنهم إذا حابين ينفذوا الفكرة عندنا عن طريق خدمة تطويرنا للتطبيقات. وخدمة تطويرنا للتطبيقات مختلفة شوية عن السوق. في يكين نحن تقدر تتحكم في تكلفة التطبيق، لأننا نسعر على حسب عدد الشاشات الموجودة. بكده تقدر تنفذ مشروعك حتى لو ميزانيتك بتكون قليلة. طيب الله يعطيكم العافية. اللي حاب يتواصل معاكم، هل لكم بيزنس كارد أو رقم التواصل؟ ايوه عندنا بيزنس كارد موجودة. طيب هنا عندكم أرقام التواصل. طيب يعطيكم العافية وشكرا. الله يعافيكم، شكرا.